ببارك لكم الحقيقه كاهلاويه جمال بفوز النادي الاهلي ببطوله السوبر، لانه بعتقد يا فارس انه زي ما انت قلت كده الاهلي ما بيتاخرش خالص يا كابتن، الرد بيكون سريع. طبعا احنا كنا بنتكلم في الحلقه اللي فاتت مع حضرتك قبل السوبر، نعم، وقلنا ان الاهلي محتاج يرد، النادي الاهلي محتاج يرد في الملعب، وانا بشوف ان تاريخيا النادي الاهلي مش بيرد بلقطه، وهو نادي مش بتاع لقطه، لقطه النادي الاهلي بياخدها. نعم. على فكره دايما النادي الاهلي بياخد اللقطه بس بياخدها في الملعب. كنت محتاج ترد فنيا، اولا كولر كان محتاج يثبت تحدي شخصي في مرحله انا بشوف انها كانت صعبه جدا جدا، البطوله دي قيمتها هي بطوله فعلا الكيف مش الكم، دي بطوله الكيف، لان انت ما قبل خساره السوبر الافريقي كانت الامور هادئه. رحت لخساره السوبر الافريقي وعندك مباراه العين، فده كان الجسر اللي انت بتعبر عليه لمباراه العين، كان مهم انك تعبر باتزانك، قدرت تعمل ده، قدرت ترد على حاجات كتيره جدا، قدرت ترد على الناس اللي قالت ان النادي الاهلي هيبقى رابع البطوله وده لا يقبله تاريخ النادي الاهلي، قدرت ترد على الناس اللي قالت الاهلي مش هيقوم لقومه، قدرت ترد على ناس بتقول الواحد عندنا ب 20 فانت بترد في الملعب واللي بيقول كده بيبقى بطل لقطه خساره النادي الزمالك، بترد الكولر لحاجه مهمه جدا يا كابتن شوبير، ان جوميز لو قابل كولر 100 مره هيكسبه، وانا كنت شايف ان بعض جمهور الاهلي قبل حتى المنافسين كان محتاج من كولر انه يثبت في الملعب ان ده مش هيحصل، فرديت بايه؟ رديت بالسوبر ال 15، كل فرق مصر مجتمعه 7 سوبر، انت الضعف زائد واحد، زي ما انت الدوري 44 بطوله كل الفرق 21 انت الضعف زائد 2، زي ما في افريقيا 12 بطوله اقرب منافس 5 بطولات يعني الضعف زائد 2، انت بترد بهويتك، بترد في الملعب، وعشان كده يا كابتن اعتقد النادي الاهلي رد بقيمته ورد بشكله وبشياكته. طيب.